لا يا سعاد، مفيش خروج واحنا اتفقنا على كده، وحسن قال انك ما تخرجيش لوحدك ابدا. انا مالي ومال حسن؟ انا ما يهمنيش حسن، ما يهمنيش حد ابدا. ولا انا يا سعاد. بابا انا هروح وارجع بسرعه. لا يا سعاد، ابوس ايديك ارحمني، ربنا يخليك. ارحميني انت يا بنتي، هما بعيش كل اللي تحملتيه لحد دلوقتي. انت اتعذبتي وتحملتي كتير، لو صبرتي كمان كام يوم هتخلصي من العباد ده للابد. هخلص هخلص بس المره دي وخلاص. الله، وبعدين معاكي مفيش خروج، فاهمه؟ معلش هاخد السم ده تاني ابدا. يا رب اموت يا رب يا بابا. معلش معلش يا بابا. في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة. المطلوب يا فندم. اسمك احمد حمدي، بتشتغل طبيب، وكنت عضو اتحاد الطلبة، وكان ليك نشاط سياسي قبل ما تتخرج، تمام؟ ايوه. ودلوقتي عضو في تنظيم سياسي بينادي بالتغيير، وبتدبره مؤامره لقلب نظام الحكم واختيار رئيس الجمهورية. لا غلط. امال ايه الصح؟ احنا لما فتشنا بيتك وعيادتك لقينا منشورات سريه جاهزه للتوزيع، كلها دعوه للعنف والتخريب وقلب نظام الحكم، وأوراق تثبت علاقتك بأفراد التنظيم. يا فندم أنا بيتي ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده. زملائك في التنظيم اعترفوا عليك بالاسم. الدكتور خالد شعبان، تعرفه؟ الدكتور خالد كان أستاذي في الكلية، ومن الناحية دي يبقى زميلي وأعرفه طبعا. تمام. المدرس أحمد عماد، تعرفه؟ ما أعرفوش. هو يعرفك، واعترف إنه رئيس التنظيم والمكلف بإعداد المنشورات، وكنت بتقوم حضرتك بتوزيعها، تمام؟ يا فندم أنا عماد ده عمري ما شفت ولا سمعت عنه ولا أعرفه. كده. طيب، يبقى بقى مفيش داعي أقول بقية الأسماء، مش كده؟ لو كانت الأسماء زي عماد ده يبقى مفيش داعي يا فندم. أنت يظهر هتتعبنا يا دكتور. أبداً. انت مش خايف على نفسك؟ يا فندم الخوف بقى منتشر جدا الايام دي، بس انا ما عملتش حاجه تخوفني. اعترف. اعترف بايه؟ هات لي اعتراف. امضي. انا امضي على حاجات ما اعرفهاش. حاجات عملتها ما تعرفهاش ازاي؟ مستحيل امضي على حاجات ما عملتهاش. سيجارة يا أخ؟ لا. أنت قريب جديد على المعتقل؟ مالكش دعوة. تعرفني ليه؟ أنت تعرفني؟ لا.
هبتبني في حالي. انت اخوان ولا شيوعي؟ يهمك ايه؟ احب اعرف. تفرق ايه لو كنت اخوان ولا شيوعي؟ لا تفرق كتير يا استاذ. تفرق ايه في الجحيم اللي احنا فيه ده؟ عندك حق، كلنا في جهنم زي بعض. على رأي شوقي بيه كلنا في الهم شرق. سيبني في حالي بقى، الكلام بيسليني. لو كنت تسكت وتسيبني انام وارتاح يبقى كتر خيرك. أقول إيه؟ تقول معلوماتك كلها. معلومات عن إيه؟ عن التنظيم السري اللي أخوك الدكتور أحمد عضو أساسي فيه. ما أعرفش حاجة عن التنظيم ده، ولا أعرف إن أخويا عضو في أي تنظيم سري. أخوك اعتقل قبل كده أكثر من مرة. تمام؟ الكلام ده كان زمان، وكان بسبب اشتراكه في المظاهرات زي غيره من الطلبة. يعني أخوك له نشاط سياسي قديم ومستمر فيه لغاية دلوقتي. تمام؟ تمام. تعرف ايه يعني النشاط ده؟ ولا حاجة. مين الناس اللي كان اخوك على صلة بيهم؟ تلات ارباع سكان مصر. اخويا دكتور ناجح عيادته دايما زحمة. انا اقصد اصحابه، الناس اللي بيزوروه اللي بتشوفه معاه. بقول لسيادتك ايه؟ ما تسأل احمد نفسه، هو اضرب اصحابه. انت يظهر مش مقدر خطورة موقف اخوك. كل اللي اعرفه ان اخويا اختفى فجأة، زي ما تكون الارض بلعته. اخوك ضيف عندنا هنا، متهم في قضية خطيرة عقوبتها الاعدام. اقدر اشوفه؟ طبعا تقدر تشوفه وتتكلم معاه وتنقذه كمان. ازاي؟ لو تتعاون معايا وتتكلم تقدر تخلص اخوك من حبل المشنعة. انا تحت امرك. تمام، نعيد بقى التحقيق من الاول. سيادتك هتسالني نفس الاسئله؟ طبعا. هتسمع مني نفس الاجابه. انا لازم اخرج يا بابا. مفيش خروج. انا لازم اروح لنانا، انا ماليش في الدنيا غيرك انت وحسن. يخلصك نسيبه كده؟ وانت يعني هتقدري تعملي ايه؟ نانا تقدر تتصرف. اعمل معروف يا بابا. يا سعاد يا بنتي انا خايف عليك. بابا انت ما عندكش ثقه فيا. طب ورحمة ماما ما تخاف عليا. خلاص يا بنت اخرجي، انا واثق فيكي، ربنا معاكي. حسن ما عملش حاجه ابدا، ما حدش عارف خدوه ليه، ما حدش عارف حاجه ابدا. كلميني بصراحه يا سعاد. بقول لك من ساعه ما خدوه ما حدش عارف حاجه. يعني حسن اخوه احمد؟ حسن مش زي اخوه، حسن حاجه واحمد حاجه تانيه خالص. هتساعديني يا نانا؟ لو في ايدي مش هتأخر يا سعاد. رفعت بيه؟ رفعت؟ ورفعت هيعمل ايه؟ رفعت بيحبك وما يرفضلكيش طلب، وهاتي عندي عشان خاطر، عشان خاطر بابا كلمني. ايوه ساعديني. بس انا ما اقدرش اكلمه في حاجه زي دي يا سعاد. انا ماليش في الدنيا غير حسن، ارجوكي اذا كنت بتحبيني كلميني. معلش معلش عشان خاطر. حاضر حاضر. بقول لك خطر على امن الدوله. اه يا رفعت والنبي ما تكبرش التهمه. الولد ده من يوم ما اعتقلنا اخوه وهو بيتكلم كتير وبيلسم وبيقول نكت، كان لازم يتربى عشان يبقى عبره لغيره. مش كفايه تربيه ولا هيفضل يتربى طول عمره؟ احنا اعتقلناه امبارح بس عشان خاطري انا عايزه حسن يخرج ويرجع لحبيبته سعاد. دي بنت طيبه قوي وغلبانه واللي فيها مكفيها، دي عيانه وابوها مشلول وهي ما بتشتغلش وبيحبوا بعض قوي وهيتجوزوا. وبعدين ما فيش تهمه غير انه اخو الدكتور احمد، فدي مش كنايه وهتبقى بكميره.
وهنقول له ما ينكتش. اه ما ينكتش. ينكت علينا. الله ينكت عليه. حازم الجدع اللي اسمه حسن حمدي خرجوه.